أهلا بكم. سنحاول في حلقتنا لهذا الأسبوع أن نقدم المتعة والفائدة لشرائح مختلفة من المشاهدين. فلعشاق الشوكولاتة في حلقتنا حيز من التاريخ والمتعة والفن، ورح نرافق عشاق السفر والاكتشاف برحلة حول العالم في مدينة العجائب بهامبورغ، ورح نجري حوار من نوع آخر في مدينة اسطنبول. العالم من حولنا وحلقة جديدة. أهلا بكم من جديد. البداية من فيينا اللي بتقدم لعشاق الشوكولاتة أطيب الأنواع وأفضل النكهات عن طريق مصانع تاريخية لا زالت تعمل بالطرق البدائية حتى اليوم. أما تاريخ اكتشاف الكاكاو، رحلته من الغابات الاستوائية المطيرة إلى أوروبا عبر السفن وطرق وأساليب إنتاج الشوكولا، ومعلومات أكثر في متحف الشوكولا في فيينا. تفاصيل أكثر بهالتقرير. بمجرد أن تطأ قدمك المكان يستقبل كبيبة مرحباً. أنت الآن في أول متحف من نوعه للشوكولاتة في النمسا، حيث يمكنك التعرف على تاريخ هذه الأكلة الشهيرة منذ اكتشافها وحتى وصولها إلى أوروبا، ويمكنك تتبع عملية التطور التي طرأت على طرق التحضير، وبالتأكيد تحصل على فرصة لتذوق نكهاتها وأنواعها المختلفة. يعود تاريخ الشوكولاتة إلى حقبتين أساسيتين، ما قبل اكتشاف الأمريكيتين وما بعدها، ويعرض المتحف هذا التاريخ على شكل مجسمات مصنوعة من الشوكولاتة. فهنا يمكنك مشاهدة شعب المايا وهم ينتجون محصول الكاكاو الذي كان يمثل المشروب الشعبي الأول لهذا الشعب، وأول من اكتشف هذه الشجرة هم شعب الأولميك قبل 2000 عام، والذين كانوا يسكنون خليج المكسيك. The Chocolate Museum Vienna is a creative and dynamic space of pure culinary enjoyment. متحف الشوكولاتة في فيينا هو مساحة ديناميكية وخلاقة من عملية طبخ وتحضير الشوكولاتة. يوجد المتحف في أقدم مدينة ملاهي في أوروبا تدعى براتر. نحن نقدم في مساحة وقدرها 2000 متر مربع عرضاً تفاعلياً للشوكولاتة، ونربط ما بين تاريخ وتطور عملية إنتاج الشوكولاتة في فيينا عبر العصور. يقدم المتحف أيضاً ورشات عمل وفعاليات تجارية وحفلات عيد الميلاد، ويؤمن المتحف مرشدين سياحيين للمجموعات المدرسية وكبار السن. متحف الشوكولاتة في فيينا هو مكان حيث يمكنك أن تكتشف فيه كل شيء عن الشوكولاتة وتكتسب خبرة كاملة. هناك مقولة شهيرة تؤكد أن 9 من 10 أشخاص يعشقون الشوكولاتة، أما العاشر فهو مراوغ. وهذه المقولة تنطبق على النمساويين الذين يحتلون المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك هذه الحلوى الساحرة، حيث يستهلك الفرد الواحد سنوياً حوالي 9 كيلوغرامات من منتجات ثمرة الكاكاو وعلى رأسها الشوكولاتة، متفوقين حتى على الإسبان المعروفين بأنهم أول شعب أوروبي يتعرف عليها بعد الغزو الإسباني للأمريكيتين. ساعد زواج الأميرة الإسبانية آنا أميرة النمسا من ملك فرنسا لويس 13 مشروب الكاكاو كي يصل إلى الطبقة الحاكمة في أوروبا، فقد كان مشروبها المفضل، وحملته معها إلى قصرها في فرنسا كجزء من جهاز العروس. لكن الملك تردد طويلا قبل أن يجرب هذا المشروب العجيب، ظنا أنه سم ستستخدمه الأميرة في قتله. في مبنى ضخم مؤلف من طابقين
يقدم المتحف عرضاً جميلاً هو مزيج من التاريخ والتكنولوجيا الحديثة، فتحصل على كل المعلومات التي تخص الشوكولاتة وتجرب مذاقها وتسافر برحلة افتراضية إلى الغابات الاستوائية في أمريكا حيث يزرع شجر الكاكاو. The museum is divided in several areas. It starts with the history. المتحف مقسم إلى عدة عصور تبدأ من قسم التاريخ، نعرض فيه رحلة الكاكاو من بلد المنشأ أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وكيف أصبحت الشوكولا بشكلها الحالي، ومن ثم منطقة الغابات التي تشرح الجغرافيا التي ينمو فيها الكاكاو وهي المادة الأساسية للشوكولا. هنا نشرح أين وكيف تنمو شجرة الكاكاو، ويمكنك أيضا مشاهدة المزارعين وهم يجنون المحصول، ونصل بعدها إلى أرض الشوكولا حيث توجد ألعاب تفاعل، ونعرض فيها أيضا تاريخ فيينا من الشوكولا والعديد من الصور التي تخص هذه الحلوى، ويمكنك تجريب وأكل الشوكولا في ورشة العمل، ويمكن شراؤها بالطبع من متجر المتحف. يضم المتحف أيضاً ورشة عمل تتيح للزائر معرفة الطرق الحديثة في صناعة الشوكولاتة وتطور أساليبها حتى وصلت إلى الأشكال والأطعمة والألوان المتعارف عليها في يومنا هذا. تمزج زبدة الكاكاو مع العديد من المكونات كالحليب والسكر بالإضافة لنكهات مختلفة، وتوضع بقوالب ثم تمر بالمرحلة الأخيرة وهي الهدرجة لنحصل على شوكولا حلوة ولامعة. طبعا الهدرجة اللي موجودة عندنا بالماكينات هون اللي حتشوفوها حضرتك هون هي عبارة عن رفع درجة حرارة الشوكولا ما يقارب 50 سيليسيوم طبعا، ونخفضها ما يقارب من 26 لل 30، ترجع بنرفع درجة الحرارة للدرجة الوسطى. بهالمرحلة هون الشوكولا بتكون تهدرجت، وهي صناعة جدا مهمة لتعطي الشوكولا الشكل الخارجي اللامع فيها يعني، وتعطي المنتج الروعة اللي هي اللي بتشوفها انت، اللي بتقدر تلمس جودة المنتج عن طريق السناب اللي القرمشة اللي فيه للشوكولا، وبنفس الوقت تقدر تعرفها كمان من لمعان الشوكولا اللي هي الكريستلايزنج اللي هي نحن مرقناها فيها هلا، اللي هي إخراج الكريستال من الشوكولا أو تهيج مادة الكريستال الموجودة بمادة الكاكاو. ولأن الشوكولا هي مزيج من السحر والغموض والفن، تجد هنا العديد من التماثيل المصنوعة من منتجات الكاكاو بالإضافة لمعرض فني صغير يعرض بعض الصور لمشاهير انتهوا تواً من أكل قالب شوكولاتة فاخر أو شربوا بعض الكاكاو الساخن. كما يمكنك تتبع الماركات النمساوية القديمة التي انشهرت بصناعة هذا النوع من الحلوى. في الواقع أعجبني المتحف نوعا ما، أعتقد أنه مثير للاهتمام، كل شيء منظم وفي كل مكان، يمكن أن تلاحظ قطعة متعلقة بالتاريخ. أنا أعشق الشوكولاتة. المتحف يبدو مثيراً للاهتمام، أنا متشوق لأعرف أشياء جديدة عن الشوكولاتة لأنني أعشقها. ما أثار اهتمامي فعلاً هنا هو سرد تاريخ الشوكولاتة وطريقة تحضيرها وكيف تحولت من مشروب سائل إلى الحلوى التي نعرفها في يومنا هذا. بالرغم من أن عمر المتحف لم يزد عن الشهرين إلا أنه يستقبل يومياً عشرات الزوار وعشاق المذاق الحلو، يقدم لهم فرصة لن تتكرر من المعرفة والمتعة والتذوق، ويسعى القائمون عليه إلى تطويره وإضافة المزيد من الأشياء المميزة التي تجعله يضاهي المتاحف الكبيرة المتخصصة بهذا النوع من الفن والذوق. إن أردت القيام بجولة حول العالم دون أن تسافر، فما عليك إلا أن تزور بلاد العجائب في مدينة هامبورغ الألمانية،
تفاصيل الحياة وشكل المدن بالليل والنهار صيفا شتاء بشكل مصغر وفق بناء هندسي عبقري. تفاصيل أكثر بتقرير زميلنا مكسيم العيسى. ستحتار كثيراً وتبقى مندهشاً طيلة فترة بقائك وأنت تشاهد هذه الأعمال العجيبة. إنها مينياتور بلاد العجائب في مدينة هامبورغ الألمانية، مدن كاملة تم بناؤها على مساحة 6800 متر مربع موزعة على 9 عوالم بشكل مصغر، وكأنك تعيش فيها وأنت تشاهدها. استغرق بناء المشروع حوالي 760 ألف ساعة عمل بمشاركة 360 عاملا، كما استخدم في المشروع حوالي 30 ألف لتر من الماء و130 ألف شجرة، إضافة لقطارات وطائرات وساحات للعب والحفلات ومناظر طبيعية خلابة وكل شيء قد يخطر على البال مما نراه في الواقع. هذا المشروع تم إنجازه بمجهود الأخوين براون، وكانت بدايته في عام 2001 لتصل تكلفته إلى أكثر من 16 مليون يورو حالياً. انطلق هذا المشروع في شهر آب عام 2001. فكرته جاءت من قبل السيد فريدريك براون الذي كان في إجازة إلى سويسرا ورأى نموذجا مصغرا للقطارات في أحد محلات الألعاب، فتذكر طفولته وأتته هذه الفكرة، وقال حينها بأنه يريد صناعة شيء مماثل لكن ليس بشكل صغير ولنفسه فقط، بل بهذا الشكل الكبير الموسع لعامة الناس. هكذا كانت جذور المشروع. طرح الفكرة على أخيه الذي كان يعمل في ملهى الليلي، حيث لم يعجبه الأمر في البداية، إلا أنه تمكن من إقناعه وباشرا معا بالعمل. أكثر ما يميز بلاد العجائب هو طريقة بناء محطات القطارات وحركتها التي تتم عبر عشرات الكمبيوترات، حيث يستخدم القائمون على المشروع حوالي 10,040 قطاراً، كما أن للمطارات قسماً مميزاً يظهر حتى عمليات الهبوط والإقلاع بطريقة هندسية بارعة تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، حيث تشارك حوالي 50 طائرة في هذا المشروع، إضافة إلى 9,250 سيارة. لا تدار الأمور هنا بجهاز كبير ووحيد يرتبط بكمبيوتر واحد، كل قطار يدار ويسير من قبل كمبيوتر. عندما يتوقف أحدهم يبقى الباقي في حركة مستمرة. لاحظ جيريث براون أن نظام الباليكار الذي يستند إليه لا يمكنه تحريك السيارات والأضواء وعربات الإطفاء، ولذلك قام بتطوير الفكرة عبر بطلها بمعالج التحكم عن بعد، وبذلك تم ربطها بالنظام الأساسي للمشروع. بالنسبة للطائرات فهي تعمل بشكل مماثل، لكن هنالك فارق بسيط أننا نستخدم في نظام المطارات الأشعة تحت الحمراء،
تماما مثل ما في التلفاز، لكن هنا الكمبيوتر هو من يقوم بالمهمة. مبدعو مشروع بلاد العجائب استطاعوا التحكم بالتوقيت أيضا، فهناك مشاهد في النهار وأخرى في الليل، وذلك باستخدام 385 ألف ضوء، كما تم استخدام حوالي 260 ألف شكل وأبنية وجسور يصل عددها إلى أكثر من 4000 شكل. زوار المكان هذا يستمتعون كثيرا بطريقة بناء الموانئ البحرية وشكل المدن في الشتاء وكيفية صناعة الثلج الذي يغطي الأبنية والعديد من الأمور المثيرة للغاية. ما أراه هنا أمر مثير حقا. طبعا طريقة بناء كل هذه الأجهزة برأيي أنه شيء مثير للاهتمام. حجم الولاء لهذا العمل ملحوظ، وكذلك طريقة الربط بين المناطق المختلفة وكذلك المعامل. لقد شاهدت جانبا جيدا من ألمانيا وأوروبا، وأجد طريقة بناء هذا المشروع جيدة جدا. بلغ عدد زوار المينياتور عام 2005 حوالي 2 مليون زائر، ثم ارتفع هذا العدد ليصل إلى حوالي 5 ملايين زائر عام 2008 وحوالي 10 ملايين عام 2012. أغلب الزوار هم من ألمانيا ودول أوروبا، لكن في السنوات الأخيرة كان هناك استقطاب كبير للسياح من مختلف دول العالم لمشاهدة هذا الإنجاز الهندسي البارع. أنا وابني نزور بلاد العجائب منذ 10 أعوام. إنه أمر جميل أن تكتشف في كل سنتين أشياء جديدة. أحب القسم المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا على الطرقات الكبيرة إذ تحدث فيها أشياء رائعة. يسعدنا أنه في كل عام نرى بلادا جديدة. يتم بناء إيطاليا حاليا، لكنهم لم ينتهوا من ذلك حتى الآن، ثم ستليها إنجلترا وفرنسا على ما أظن لاحقا. إنه بالفعل شيء رائع هنا. لم يخطئ من سماها ببلاد العجائب، فكلما شاهدت جانبا منه ستتعجب وتظن أن الأمر انتهى، لكنك ستتعجب أيضا في كل خطوة ونظرة إلى هذه الفكرة الهندسية العبقرية. ستشاهد تفاصيل حياة واقعية وتجوب العالم كله خلال ساعات قليلة. هل جربت أن تضع نفسك مكان شخص أصم وأبكم وأن تتابع الحياة؟ هل جربت العيش دون نظر؟ قد يبدو ذلك صعباً، لكن بعد خوض هذه التجربة في متحف الحوار في إسطنبول ستتعرف على مصاعب وحياة هؤلاء الناس عن قرب. بضم المتحف قسمين أساسيين بتخوض بأحدها تجربة الصم والبكم لما يقارب الساعة، وساعة أخرى من الظلام بالقسم الثاني. بعتقد أن هالتجربة رح تغير كثير من منظورنا للحياة. الزميل عمار عز رح يصطحبنا بجولة لنتعرف أكثر على هالمتحف. هنا في هذه المدينة ملايين من الناس تدخل وتخرج منها يوميا، يقطنها حوالي 20 مليون تركي وأجنبي،
كل يسرع إلى عمله ومتطلبات حياته ويقضي عدة ساعات في المواصلات اليومية. الحياة سريعة جدا، تلاحقك، تأسر مشاعرك وأحاسيسك، أو على الأقل تجعلها في حدودها الدنيا. وما بين الممرات المؤدية لمحطات قطارات الأنفاق حياة أخرى. فقرب محطة زنجرليكيو في الطرف الأوروبي من مدينة إسطنبول أنشأ هاكان متحفاً من نوع خاص. متحف للحوار والإحساس بالآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة. يقسم المكان إلى قسمين رئيسيين، الأول لا تسمع ولا تتكلم فيه لمدة 50 دقيقة، والثاني لا ترى فيه لذات المدة. قبل الدخول للمحطة الأولى عليك التخلي عن كل ما بحوزتك من تقنيات وإلكترونيات. تدخل أولى الغرف وتستعرض المدربة التي لا تتكلم ولا تسمع وجوهاً متعددة بردات فعل مختلفة، عليك التعبير عنها من دون كلام عن طريق استخدام تعابير وجهك. تنتقل إلى الغرفة التالية حيث عليك معرفة ما ترمز إليه حركات اليد دون سمع أو كلام. تتابع تتالي هذه الغرف لتعلم لغة الإشارة وممارستها لبرهة من الوقت. بعد انقضاء 50 دقيقة كاملة تشعر بضيق في نفسك، فأنت لا تستطيع التعبير بما اعتدت عليه، وتبدو مقيدا بسلاسل وهمية هي ذاتها التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حياتهم اليومية دون أن نشعر بهم. أتجول مع الضيوف وأقدم لهم القهوة بالإضافة إلى بعض النشاطات الأخرى، كل شيء يكون عبر استخدام لغة الإشارة. في المرحلة الأولى الضيوف يجدون صعوبة في فهم ما نريد إيصاله لهم، يجدون صعوبة في التواصل، إلا أنهم بعد مرور وقت قصير يعتادون على الجو ويكون كل شيء على ما يرام. عندما تخرج من القسم الأول من المتحف يرشدك الدليل لطلب شيء لشربه في مقهى المتحف، لكن بلغته هو. لا يقتصر هذا المقهى على رواد المكان، بل هو متاح لجميع المارين من هنا والمتنقلين بين المحطات المختلفة. كان هدفنا من هذا المشروع هو خلق توعية لدى الناس من خلال مشروع يعتمد على من يعانون من فقدان البصر، وحصلنا على نتائج إيجابية أكثر مما كنا نتوقع. من الصم والبكم وفاقدي البصر يعمل هنا 20 موظفاً، ويسعى القائمون على المتحف لإضافة قسم ثالث يتعلق بتجربة حياة اللاجئين، حيث يقول القائم على المتحف إنه رأى بعض التصرفات غير المسؤولة تجاه اللاجئين السوريين في المدينة، ويسعى لجعل الزوار يعيشون تجربة حياة اللاجئ ليكونوا أقرب لمعاناته. وجدنا أن نظرة المجتمع للاجئين سلبية، ولذلك بين أيدينا مشروع جديد له علاقة باللاجئين. في إسطنبول وحدها ما يقارب 600,000 لاجئ، ولذلك نهدف من هذا المشروع خلال العام المقبل أن يعين الناس بأنفسهم الحالة التي يعيشها اللاجئ، ومن ثم ليحكم هل حالة اللجوء هي اختيارية أم حالة تفرض فرضا. بعد أن تنهي مشروبك تتجهز للدخول إلى المحطة الثانية،
وتسمى الحوار في الظلام، حيث يزور هذا المكان أكثر من 50,000 زائر سنوياً، يقضون فيه حوالي ساعتين من الزمن. منذ عام 2013 أعمل في متحف الحوار في الظلام كمرشد، وأحب عملي، ونحاول هنا أن نبين للزوار أن الحياة تستمر على الرغم من فقدان البصر. هذا المعرض الدولي بدأ في اسطنبول منذ عام 2013، نحاول أن نرشد ونشرح للضيوف الطريقة التي يجب أن يتعاملوا فيها مع ذوي الاحتياجات الخاصة. دقائق معدودة تقضيها في برزخ الفصل بين السمع والبصر قبل أن يصحبك مراد للمحطة الثانية ويكون مرشدك. ومراد هذا تعرض لحادث قبل سنوات وفقد بصره نتيجة لذلك. تدخل من الباب المخصص ويزودك مراد بعصا بيضاء تتحسس بها عثراتك. خلال الجولة تستند لجدار في المكان في البداية ثم يختفي، يبقى صوت مراد هو الدليل. تصعد حافلة وتركب السفينة وتقطع شارعا وتجلس في المقهى وتحاور العامل فيه وتعطيه حسابه. تشعر خلال 50 دقيقة من ظلامك المؤقت أنك تقضي عمرا كاملا. لهون بيكون وصلت حلقتنا للنهاية، بودعكم على أمل أني ألتقي فيكم أسبوع الجاي بنفس التوقيت. إلى اللقاء.